والله كنتكلم معك الا ما عارف بالضبط، لانه وانا لحد الان باقيين باقيين نشتغل. عندي سفر اللي غنلبي من دون شك فيه العقل، عندي هذا الربان اللي نلبيها، لان تلقيت دعوه من الرئيس الفلسطيني هناك احياء للذكرى 75 ديال النكبه في رام الله، وفي هذه الظروف انا اعتقد انه سيكون مفيد انني نكون حاضر. لكن هذه ماشي عطله، هذا عمل نضالي بدايه، وفي نفس الوقت تكون عندي فرصه انني نرجع مجددا بعد الزياره اللي كنت قمت بها كامين عام في 2013 على راس وفد حزبي. الشيء الاخر الله اعلم، ان بين الايادي بشكل طبيعي ديال الزوجه ديالي ديال الزوجه ديالي وديال بنتي الوحيده الفريده اللي كنتمنى، خاصه انها الحمد لله مجتهده في القسم، وانها في بعض الاحيان كتفرض عليا الشروط ديالها، ولكن انا قابل للغلب الله. دونك اللي بغيتو غنديروه ان شاء الله في شهر ديال غشت، ربما في شي داخل المغرب، ربما في الخارج، ما عرفتي. إلا كانت في الخارج في شي بلد اللي كتبقى فيه الظروف مخففه شويه، لان شعلات الاسعار بواحد الشكل فظيع بالنسبه للنقل الجوي، وشعلات الاسعار بالنسبه بواحد الشكل فظيع من بعد الكوفيد بالنسبه للفنادق وغير ذلك. يعني هذا الشيء ولا في غير المتناول بالنسبه لعموم الناس، وكأن لا اصحاب السياحه ولا اصحاب النقل الجوي كيحاولوا يستدركوا ما ضاع بالنسبه لفتره الكوفيد. فوالا عموما هذا هو اللي يمكن يكون.